رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه فيليمون. رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه فيليمون هي إصحاح واحد، زي ما في الكتاب المقدس رسالة يهوذا، وهي برضو إصحاح واحد. هنديكم فكرة بنعمة ربنا يسوع المسيح عن رسالة فيليمون. معلمنا بولس الرسول عمل رحلات تبشيرية كتيرة، وحتى يسموه رسول الأمم لأنه هو بشر في الأمم. وأي إنسان أممي يعني معناه أنه هو إنسان مش يهودي. فعندنا ناس يهود، أي واحد غير يهودي يبقى إنسان أممي. ولذلك كرازة وبشارة معلمنا بولس الرسول كانت تتركز أو ترتكز على بشارة الأمم. وحتى الكتاب سماه رسول الختان، زي ما بطرس رسول الغرلة، زي ما بطرس سماه كتاب رسول الختان، بولس هو رسول الغرلة. الغرلة دي هي الحتة اللي بتقطع أو بتتقطع من الذكر وقت الطهارة، ودي بتشير للأمم على أساس إن هم كانوا مقطوعين وبعاد عن الله. أما اليهود معروفين بالختان، ولذلك يشار إلى معلمنا بطرس بأنه رسول الختان، ومعلمنا القديس بولس بأنه رسول الغرلة. ويمكن ده السبب أن احنا بنحتفل في عيد الرسل باستشهاد القديسين بطرس وبولس، مع أن أول واحد استشهد في الآباء الرسل هو قديس مين؟ قديس يعقوب. لكن علشان المسيح له المجد جه للكل، مش بس جه لليهود، زي ما قال كده في يوحنا 10: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك الأخر أيضا فتكون راعية واحدة لإيه؟ لراع واحد. فالمسيح له المجد، جه للكل، جه لليهود وجه للأمم. ولذلك الكنيسة في عيد الرسل تحتفل باستشهاد بطرس، قديس بطرس الممثل لليهود، والقديس بولس الممثل للأمم. معلمنا القديس بولس عمل ثلاث رحلات تبشيرية، وبعد كده عمل رحلة رابعة، لكن الحقيقة هو كتب 14 رسالة. كتب 14 رسالة، من ضمنهم رسالة بولس لفيليمون، ودي اتكتبت سنة 62 ميلادية، وكان معلمنا بولس الرسول في السجن الأول. لأن بولس الرسول لو أنتوا قريتوا أعمال الرسل وفضلتوا ماشيين مع الإصحاحات لغاية آخر إصحاح، هتلاقوا أنه هو كان في طريقه لروما عشان يحاكم على يد قيصر زي ما هو طلب، وبالتالي اقتيد لروما وكان هناك محبوس، قعد محبوس لمدة سنتين. لكن كانت خدمته في وقت سجنه خدمة عظيمة جدا، كتب فيها رسائل كتير وهو في السجن وهو في القيود. من ضمن هذه الرسائل هي رسالة المعلمنا من رسالة فيليمون. طب ليه بولس الرسول كتب رسالة لفيليمون، ومين هو فيليمون أصلا؟ فيليمون تلميذ من تلاميذ معلمنا بولس الرسول، يسكن في كلوسي، ولكنه تقابل مع معلمنا قديس بولس في أفسس وقعد هناك 3 سنين، آمن على يد القديس بولس الرسول.
فيليمون كان إنسان غني، غني في الإيمان وغني في المال، غني في الإيمان وغني في المال، غني في الإيمان لأنه كان بيعيش عيشة مسيحية على مستوى عالي من الروحانية، لدرجة انطبقت فيه هو وأسرته العبارة اللي قالها يشوع بن نون: أما أنا وبيتي فنعبد الإيه؟ الرب. زوجته إنسانة خادمة، وابنهم بيقول التاريخ عنه أن هو كاهن، فأسرة مقدسة. أما سبب الغنى أو الغنى اللي هو فيه ده الغنى الديني أو الغنى الإيماني، لكن كان غنى من ناحية المادية، وكان بيستخدم المال في عمل الله الكرازي، ولذلك كان فاتح بيته كنيسة. عشان كده بولس الرسول يقول: سلم على الكنيسة التي في بيتك. وخاصة في ذاك الزمان كانت الكنائس تقام في البيوت، وده معنى إنما يكون في كنيسة في البيت، يعني معناها البيت كبير يتسع لكنيسة يستضيف فيها كل المؤمنين، فيها تقام القداسات وفيها تقام الاجتماعات. ده بالإضافة إن هو يستضيف الناس الغرباء اللي ملهمش حد، ملهمش حد يستضيفهم أو ملهمش حد يفتقدهم. والدليل الأكثر إن كان في ذاك الوقت موجود موضوع الرق. الرق يعني إيه؟ يعني في ناس عبيد يشتروهم، ولذلك فيليمون كان عنده عبيد، وده يشير إن هو كان إنسان غني. من ضمن عبيد فيليمون عبد اسمه أنسيموس، عبد اسمه أنسيموس. العبد بيشترى والعبد ملهوش قيمة، حتى بعض الآباء يقول في التفسير إن العبد كان يساوي قيمة البهيمة، فملهوش قيمة. هذا العبد أنسيموس اللي من عبيد فيليمون سرق سيده وهرب وراح روما عشان يعيش بالفلوس، هو فكلوسي، وهناك صرف الفلوس، ولكنه اتقابل مع معلمنا بولس الرسول. وكان بولس الرسول في السجن، ورغم أنه كان في السجن إلا أنه كان بيكتب رسائل، والسجن والقيود ما منعتهوش أنه هو يكرز باسم المسيح ويعمل خدمة وكرازة عظيمة. اتقابل أنسيموس مع معلمنا القديس بولس، وعرف بولس الرسول الخادم الشاطر. وانا ما اقول كلمه خادم شاطر مش معناها ان هو متكل على ذراع نفسه، ولكن شطرته جايه من ارتباطه الحقيقي بالمسيح وايمانه العميق وثقته في المسيح الذي يستطيع ان يغير الخاطئ الى تائب، وأيضا يغير التائب إلى قديس. ثقة، خادم عظيم. يمكن أنا لو أنا شفت واحد تعبان روحيا وسارق حرامي يعني وهربان من سيده وعايش غلط، بقول ده ما فيش منه فايدة. لكن يوريك بولس الرسول الخادم الحقيقي اللي اتعلم من سيده ان هو يسعى ورا الضال لغايه لما يجيبه، ان هو لا يشاء موت الخاطئ ايضا لغايه لما يجيبه للمسيح ويطهره. ساعات بسمع من بعض المدرسين ان المدرس عشان صيته يبقى كويس ينقي العيال الكويسه يديهم درس، فالعيال كويسين والمدرس يديهم درس فيجيبوا نتيجه حلوه، وبالتالي يبقى الصيت لمين؟ للمدرس. بس مش دي الشطارة. الشطارة انك تاخد ولد مش شاطر خيبان وتحول منه ان هو يكون ولد شاطر. دي كانت شطارة بولس الرسول.
شطرته في الخدمة، وده راجع لثقته في المسيح وإيمانه به، ودؤوب يخدم بكل إخلاص بكل ما عنده. هدفه الوحيد هو خلاص النفوس، ربح النفوس. عشان كده اتغير فيليمون، اتغير أنسيموس، وأصبح أنسيموس ده أنسيموس إنسان قديس. أنسيموس ده بعد كده صار أسقف، اترسم الأول شماس خادم، وبعدين بقى أسقف، واستشهد على اسم مين؟ ربنا يسوع المسيح. أفتكر حكاية وإحنا كنا شبان كده صغار، وبنروح دير بالأخص دير الأنبا بولا، وكان في هناك راهب متوحد، وكان معنا ولد من الشباب اللي في سننا، بس كان دلقاء كده، ويعني يحب يركب عربيات. الواحد ما يتخيلش إن ممكن زي كده واحد يصير راهب. قعد مع الأب المتوحد ده، بعد لما خرج من القعدة دي قال أبونا ده قلبني زي ما الواحد، أقول نفس التعبير اللي قاله، زي ما الواحد بيقلب فردة الشراب. شوفوا قد إيه التعبير. وهذا الشخص اترهبن وبقاله سنوات كتيرة في دير الأنبابول. الخادم الشاطر اللي متكر على المسيح، فعلا بولس الرسول حول أنسيموس ووصله أن هو يكون شهيد من أجل اسم الإيه؟ المسيح. تعالوا نشوف بولس الرسول ليه كتب الرسالة دي لفيليمون. لأن بولس الرسول عنده مبادئ اتعلمها من السيد المسيح، ان هو ما يبنيش على بنى اخر. يعني ايه؟ يعني كان ممكن بولس الرسول يقول خلاص بقى انا حولته وبقى ابني وتلميذي وانا استخدمه. طب ما انت عندك تلميذ ثاني اخوه اسمه فيليمون، وده أنسيموس كان عبد عند فيليمون. طب ما انا ابوهم كلهم، ايه يعني لو انا استخدمته في الخدمه؟ لكن بولس الرسول يقول لك لا، فيليمون هو صاحب العبد ده، دفع فيه فلوس. انا ابعت أنسيموس برساله لفيليمون علشان احنن قلب فيليمون، لان فيليمون ده يبقى اخوه، لان الاثنين تلاميذي. وفي الحاله دي اضرب عصفورين بحجر. فيليمون يسامح مين؟ أنسيموس. ومن ناحية تانية أعالج مشكلة اسمها مشكلة العبيد، مشكلة الرق. وفيليمون يحرر إيه؟ أنسيموس. وبالتالي أنا أقدر أسترد مين؟ أنسيموس، واشتغل به في الخدمة. زمان لما كنا بنحضر دروس مدارس الأحد، كان عندنا درس عن القديس موسى الأسود، فكان في كتاب كده صغير نبذة اسمها المارد، أو اسمه المارد. والمارد ده يعني كلمة مارد يعني حاجة خطيرة يعني. فموسى الأسود اسمه المارد. لما قريت القصة وحضرتها لقيت إن في ضوء بسيط في حياة موسى الأسود، بدأ من شاب مسيحي. موسى الأسود كان عبد عند سيد، والسيد ده كان ليه ولد، وكان الولد ده ليه أصحاب، وكانوا أغنياء ويخرجوا للصيد، هم يركبوا حصينة، وموسى الأسود يجري برجليه يجيب الإيه؟ الفريسة. كلهم يعملوه هم أسياد وده عبد، ينهاروا فيه، يوبخوا فيه، يستهزئوا بيه. لكن كان فيهم واحد بيتعامل مع موسى بكل لطف وبكل محبة، لدرجة معاملته دي خلت موسى قرب منه وقال له أنت ليه بتعلمني المعاملة الحلوة دي؟ ده أنا عبده أنت سيد. فرد عليه، كان اسمه مينا، قال له أنا مسيحي، والمسيح علمنا ما فيش حاجة اسمها عبيد. ده المسيح حرر العبيد من قيود الخطية، وحرر العبيد من قيود السادة، فكلنا قدام المسيح واحد. فترسم في ذهن موسى الأسود هذا الشخص،
واترسم في ودنه وفي مخه هذا الكلام. ولما بقى موسى الأسود رئيس عصابة ولقوا اتنين رهبان ماشيين في السكة العصابة جابتهم عشان ياخدوا اللي معاهم، لما وقف موسى قدامهم وهم بيتكلموا هما الاتنين مع موسى وبيسألهم انتوا منين، انتوا ايه أصلكم، فلما قالوا له احنا مسيحيين دماغه راحت لزمان لزمان. ده نفس الطريقة بتاعت مين، بتاعت الولد اللي اسمه مينا او الشاب اللي اسمه مينا اللي كان بيكلمني وكان بيكلمني كويس. فسألهم انتوا منين، قال له احنا رهبان من عند القديس إيسيزيروس. وتحول موسى ايه من موسى هذا الشرس الى قديس ايه عظيم يسموه القوي القديس الانبا ايه انبا موسى. ده بولس الرسول حول انسيموس وعنده مبادئ في الخدمه، مع ان فيليمون تلميذه مش مشكله لو خد التاني، لكن لا لازم يبني صح. عشان كده هو كتب الرساله لتلميذه فيليمون علشان يحنن قلبه على انسيموس وما ياخدش انسيموس غصب عن فيليمون، ولكن ياخد انسيموس برغبه فيليمون ويحرر انسيموس منين، من العبوديه، ويقدر يشتغل ايه. تعالوا نقرا الرساله واحاول بقدر الامكان ان هي تتفسر باسلوب بسيط لاني هو اصحاح واحد ونقدر نخلصها. كل رسالة من رسائل بولس الرسول يبدأها بمقدمة، عادي أي رسالة فيها مقدمة وفيها خاتمة. ولذلك بولس الرسول يكتب لتلميذه فيليمون ويقول له إيه، يقول في المقدمة بولس أسير يسوع المسيح. أسير يعني إيه أسير؟ كلمة أسير دي ليها كذا معنى. هو أسير بالفعل، مأسور مسجون، وأسير يسوع المسيح لأنه مأسور من أجل يسوع المسيح. إيه تهمة بولس؟ تهمته أنه هو مسيحي، تهمته أنه هو بيبشر بالمسيح، إذن هو أسير يسوع المسيح. لكن من ناحية تانية هو مأسور بحب المسيح، اتأثر، محبة المسيح أثرته ثابته، فأصبح كل كيانه وكل عقله وكل قلبه مع المسيح، فهو أسير يسوع المسيح. ومن ناحية تانية هو بيكلم فيليمون علشان فيليمون يشعر أن معلمه اللي علمه الإيمان هو مأسور من أجل اسم المسيح. ومعلمه ده ما بيكلموش من فوق، ده بيكلمه بكل اتضاع، وهيبان اتضاعه في الكلمات الجاية. عشان كده يقول بولس أسير يسوع المسيح. وبولس كمان من اتضاعه يحط واحد تاني من تلاميذه علشان كأن الكنيسة كلها يمثلوا الكنيسة، فالكنيسة كلها بتتشفع عند فيليمون من أجل مين؟ أنسيموس. فقال وتيموساوس الأخ، يعني أنا وتيموساوس، وسمى تيموساوس أخ، مع أن بولس هو مين؟ هو سيد أو هو معلم هذا الأخ تيموساوس. شوفوا عندنا مثلا في الكنيسة لما يكون سيدنا البابا هنا بيبقى الأساقفة بعديه وبعدين الكهنة، مش كده؟ طيب لما يكون في اتنين بطاركة الشماس اللي بيصلي يقول ايه؟ يقول شريكه ولا أخوه؟ أخوه. ليه؟ الرأس إيه؟ متساوية واحد. لكن لما يكون أسقف يقول وشريكه. بولس الرسول يعتبر أو في مثابة بطرك ورسول، تيموساوس ده إيه؟ تلميذه، يقول عليه الأخ تيموساوس. يعني إيه؟ بتساوي رأسك برأسه. ما ده اتضاع الآباء اللي عاملمه لنا، إنه مش معناه إن هو أب إن هو يكون يعني لفوق، لا بالعكس، ده الأبوة الحقيقية هي في الاتضاع، لأن المسيح الحاجة الوحيدة اللي قال اتعلموا مني هي تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لإيه؟ لنفوسكم.
وقال إلى فيلمون المحبوب. هو فيلمون محبوب فعلا؟ محبوب فعلا، بس عاوز أقول لكم كلمة فيلمون باليوناني معناها المحب، زي فلوباتير يعني محب الآب، ففيلمون معنى المحب. فهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، اسم على مسمى، لأن ممكن يجي واحد مش اسم على مسمى. يعني أنسيموس معنى اسمه إيه؟ نافع، لكن هو كان غير نافع. زي ما ناس كتير مثلا واحد يقول لك ده اسمه فرحان وتلاقيه حزنان على طول. فهتلاقي هنا الاسم على مسمى، هو فعلا محبوب، محبوب من الكل. ومش بس محبوب، يقول والعامل معنا. بولس الرسول يحسسه العامل معنا بيخدم معانا، بيخدم معانا كلنا، ولا بيخدم معاك انت؟ شوف التعبير، انت واحد مننا، معك واحد من الكنيسة. لكن بولس الرسول ما ينساش الأسرة اللي كلها بتخدم. قال وإلى بفيا المحبوبة، محبوبة لله ومحبوبة للشعب، مرات فيليمون وابنهم أرخبس المتجند. شوف سماه متجند، كلمة متجند يعني الجندي على استعداد أنه هو يموت من أجل المسيح. ويقال أن أرخبس ده كاهن، وبرضو قال متجند معنا، كأن إحنا في حرب طبعا، بس حربنا ليست مع لحم ودم، بل مع أجناد الشر الإيه؟ الروحية. الكنيسة بتصارع، بتصارع من أجل الحفاظ على خلاص أولادها، وإنها توصل بهم لبر السلام لملكوت السماوات. وبعدين يقول له وإلى الكنيسة التي فين؟ في بيتك. يبقى إذن إحنا عرفنا ليه فيليمون عنده كنيسة في بيته. بس هنا ده تعليم لكل شعب الكنيسة وكل شعب المسيحيين. الكنيسة التي في بيتك يعني كل واحد مسيحي عنده كنيسة في بيته. والدليل على كده أن يوم الإكليل يلبسوا العريس البرنس اللي بيلبسه الكاهن، لأن أصبح العريس ده كاهن، بس كاهن الإيه؟ الأسرة. يقوم بواجبات المائدة المقدسة، الكتاب المقدس المفتوح، يقوم بواجبات الأيدي المرفوعة، الصلوات، المذبح العائلي. كنيسة في البيت مبنية على صلاة وصوم وكتاب مقدس. كنيسة فيها أيقونات، فيها روح السماء، عشان كده بيقول والإلى الكنيسة التي في بيتك. وبعدين يديله النعمة الرسولية، تملي أبائنا يدوا النعمة الرسولية. النعمة الرسولية لازم تكون نعمة من فم الآب والابن والروح القدس، نعمة مثلثة. عشان كده يقول نعمة لكم وسلام من الله أبينا، لأن الله هو مصدر البركات والرب يسوع المسيح. طب وفين جه الروح القدس؟ نعمة الروح القدس، السلام الذي يفوق كل عقل، ثمر من ثمر، ثمرة من ثمرة الروح القدس. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ما فيش نعمة وسلام لكل واحد يعرف ربنا إلا عن طريق ربنا يسوع المسيح. من ليس له الابن ليست له حياة. عشان كده السلام عند المسيحيين مختلف عند أي حد تاني. إحنا سلامنا يفوق العقل، لأنه سلام داخلي ينبع من الداخل ويعم إلى الخارج. ويبتدي بولس الرسول يخش مع فيليمون واحدة بواحدة. أول حاجة علمتها لنا الكنيسة، وعلمها لنا الكتاب المقدس، وعلمها لنا أباء الرسل، أول حاجة نعملها نشكر الله، فلنشكر صانع الخيرات. عشان كده أول ما بدأ معلمنا بولس الرسول قال أشكر إلهي، أشكره على كل حال، رغم اللي أنت فيه في السجون وفي الأسر وفي القيود، أشكر إلهي. لكن عاوز أقول لك أنسيموس حاجة، أنا رغم اللي أنا فيه إلا إني دايما بذكرك في صلواتي. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، مهما أكون في صعوبة لازم أفتكرك في صلواتي، أنت ما تغيبش عن بالي أبدا.
أنت ابني، أنت مخدومي، تلميذي، أنا مسؤول أمام الله عنك مسؤولية كاملة، ولذلك أنا مش ممكن أنساك في صلواتي. لكن الحاجة اللي تفرحني، ده مين اللي بيقول؟ بولس الرسول، إن أنا سامعا بمحبتك وإيمانك الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. خلي بالكم إن هو كان مفروض يذكر الإيمان الأول ولا المحبة الأول؟ ها؟ الإيمان ولا المحبة الأول؟ هو ذكر المحبة الأول لأن المحبة هي التطبيق العملي للإيمان. يقول عليه بولس الرسول الإيمان العامل بالإيه؟ بالمحبة. والقديس يعقوب أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيه؟ إيماني. عندك إيمان وما فيش أعمال تظهر المسيح اللي فيك، فالشياطين أحسن منك، لأن الشياطين يؤمنون وإيه كمان؟ ويقشعرون. عشان كده حب بولس الرسول يقول بس المحبة هي الأول، هي اللي هتظهر الإيمان. سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو مين؟ الرب يسوع المسيح. إيمانك نحو الرب يسوع المسيح هو اللي انعكس من جوه قلبك بالمحبة على أخواتك القديسين ولجميع القديسين. كلمة جميع القديسين دي تطلق على العامة، كلنا قديسين. بس اوعوا كل كلمة كلنا قديسين دي تفتكروا ان احنا يعني المستوى الروحي عالي. لا، قديسين بمعنى، يعني ايه بالمعنى؟ هي يعني ايه كلمة قديس؟ او قديس يعني مخصص بتاع حاجة. اقول لك الكتاب المقدس، يبقى الكتاب ده مخصوص بتاع مين؟ بتاع ربنا. يبقى كلمة قديس معناه ان انا بتاع ربنا. فلما يقول كلمة جميع القديسين يبقى يقصد كل الناس بتعود ربنا اللي دعي عليهم اسم المسيح. لكن هناك فرق بين الإنسان يحيا حياة الجهاد والتعب الروحي ويوصل لدرجة القداسة زي فليوباتير ماركوريوس وزي ماريمينا وماري جرجس، ده وضع مختلف. دول قديسين لأنهم وصلوا لمراتب عالية روحيا. ما جيش أنا أقول بقى كلنا قديسين والأخ بولس والأخ ماري جرجس، ما أقدرش أقول كده، لأني أنا عارف جهادي يدوبك على قدي. دي ناس جهدت وانتصرت. عشان كده بيقول ولجميع القديسين، يقصد جميع القديسين يعني لكل الناس، ولاد مين؟ ولاد ربنا، الفقير والغني والمريض إلى آخره. لكي تكون شركة إيمانك، خلي بالكم من الكلمة مالها، بص الكلمة اللي بعدها فعالة. شركة إيمانك، ما احنا كلنا مشتركين في إيمان واحد، لكن شركة إيمانك الإيمان اللي انت بتشترك فيه معانا كلنا يكون فعال. مش عاوزة تفسير كلمة فعال، بس قال فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيك لأجل المسيح يسوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني إيمانك الفعال ده هو اللي وضح لينا الصلاح اللي في حياتك. لما الواحد يبص على الإنسان كده صالح ومقدس، السبب فيه إيه؟ فاعلية إيمانه، ارتباطه بالمسيح ارتباط قوي. وعشان كده بولس الرسول بيقول له إيه؟ لنا فرح كثير، لأن لنا فرح كثير وتعزية. يا سلام يا سلام لما يكون الواحد عنده ابن مثلا في مدارس الأحد، ولا ابنه في البيت، والابن ده مثلا يطلع أسقف ولا بطرك، يا سلام، مصدر فرح وتعزية، مش مصدر كبرياء، فرح وإيه؟ وتعزية. عشان كده هو بولس الرسول مش بيغير من ابنه، ده فرحان لابنه. الخدمة بتاعت ابنه في ليمون دي كبيرة أوي. عشان كده بيقول له إيه؟ لأن لنا فرحا كثير وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين الناس ولاد ربنا الغلابة قد استراحت بك أيها الإيه؟ الأخ. استراحت يعني أنت ريحت الكل. يقول لك يا سلام، ده تشوفه قلبك استريح، فهو ريح الكل. عشان كده يقول استراحت أحشاء الإيه؟ القديسين. ويقول له كمان أيها الإيه؟ الأخ. طب ما تقول له يا ابني يا تلميذي، لا بيرفع منه.
طب وبعدين معلمنا بولس الرسول نخش في الموضوع على طول بقى. قالوا لذلك، ولذلك إن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة، ليجي بالمسيح ثقة كثيرة يعني المسيح اداني مسؤوليات كبيرة، أنا رسول لي ثقة كثيرة أن أأمرك بما يليق. وكلمة أأمرك في بعض الترجمات جاية إن أنا بوصيك يعني، بس أوصيك الصح بصفتي أنا رسول ومعلمك، أنا لرشدك للصح. فأنا عاوز أقول لك على الصح اللي مفروض يكون، أنا أأمرك بما يليق، بس مش بالأمر وبالعنف، لقال إيه؟ من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ. بولس الشيخ أصل بولس كان كبير في السن، فبيقول له بص بص يا فليمون، أنا بكلمك مش عشان إن أنا رسول ولا أسقفك ولا غيره، أنا بكلمك عشان تبص لي وأنا إنسان كبير في السن شيخ، وفي أخلاقيات معروفة إن لازم الصغير يحترم الكبير ويحترم كلام الكبير. عشان كده بيقول له أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا. يعني أنا يا فليمون أنا كبير في السن وكمان مقيد بالسلاسل في السجن أسير، بس برضو أنا مش أسير من أجل أي جريمة، أنا أسير يسوع المسيح ولي افتخار أطلب إليك. شوف هو بقى بولس الرسول بيستعطف قلب فيليمون، وكلمة يستعطف هنا يعني مش بيبكش عليه، ده بيتكلم من قلبه، بيتكلم من الحب النابع من قلبه، مش بيقول كلام كده. لأن إيه مصلحة بولس الرسول؟ كل مصلحته هو خلاص النفوس، ما عندوش مصلحة تاني، أن كل الجميع يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق إيه يقبلون، رغبة ربنا، هو عاوز ينفذ رغبة ربنا. عشان كده بيقول أطلب إليك لأجل ابني، ما قالش أنسيموس وبس، ابني أنسيموس. ماله ابنك أنسيموس؟ الذي ولدت في قيودي. يعني ايه ولدت في قيودي؟ يعني أنسيموس آمن على ايديا وانا مسجون فين؟ في السجن، ولذلك هو لي معز عندي، ابني وانا جبته هو صغير وانا شيخ. لما الواحد يخلف ويكون كبير يبقى العيل الصغير ده غالي عنده، زي ابونا ابراهيم واسحاق غالي عنده. ومش بس كده، لما يجي في ظروف صعبه يبقى اغلى. عشان كده بيقول له ايه؟ لاجل ابني انسيموس الذي ولدت في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك. احنا قلنا اسم انسيموس معناه ايه؟ نافع. هو اسمه نافع وهو مش نافع، فهو بيقول له ايه؟ كان قبلا غير ايه؟ نافع ايه؟ لك، ولكنه الان نافع لك وايه؟ وليه؟ لانه اصبح ايه؟ خادم وشماس، وهيبقى اسقف، وبعد كده هيستشهد على اسم ايه؟ المسيح. الذي رددته، رددته يعني رجعته لك. طب ليه ترجعهولي؟ ما هو ده بتاعك انت، ما هو انت اللي مشتريه بفلوسك، مش ده عبد وانت سيده؟ الذي رددته لك فاقبله. الذي هو ايه؟ احشائي. عارف ده لما تقول لي ايه؟ ده ابني، ده الحشا بتاعتي، ده حشايا، ده قلبي يعني. الذي كنت انا يعني بولس الرسول اشاء ان امسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الانجيل. يعني ايه؟ يعني انت انسيموس كنت بتخدم معايا وبتخدمني، فهو بيكمل عملك، انت رحت مكان دلوقتي بتخدم فيه، هو دلوقتي موجود بيكمل خدمتك معايا، هو بيخدمني وانا في حالة قيود، وقيودي دي من أجل الإيه؟ من أجل الإنجيل، في قيود الإنجيل. ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، من غير رأيك أنت أنا مش هعمل أي حاجة، مش هاخده وأقول أنا خلصت وده بقى بتاعي،
لا أنا مش هصرف نظر، لم أرد أن أفعل شيئا لكي يكون خيرك، يعني الصلاح اللي أنت هتعمله، كأنه لا على كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. يعني أنا مش عاوز أحرجك وأخده منك غصب عنك، أنا هسيبه لك وأنت ليك حرية الإيه؟ الاختيار. عشان كده بيقول لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار فأنت مضطر، بل على سبيل الإيه؟ الاختيار. أنت عاوز عاوز، مش عاوز خلاص، أنا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يعني خلاص الموضوع. لا لا، ده هو جايله في السكة بقى. وبعدين هو عارف قلب فيليمون، فبيضغط على الحتة دي كخادم فاهم المخدوم بتاعه، تلميذه، مش نقطة الضعف، لا نقطة القوة اللي بيخش منها حبه للمسيح القوي. عشان كده بيقول لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة. ده بولس الرسول بيقول له من يمكن الغلطة اللي عملها دي حولها ربنا للخير، لأنه في الحالة دي افترق عنك لمدة ساعة، وسمى الوقت اللي هرب فيه لغاية لما كان موجود مع بولس الرسول والعمر كله سماه ده ساعة. ما هي كده ولا كده، عمر الإنسان كالبخار يظهر قليلا قليلا ثم إيه؟ يضمحل. فبيقول له لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. يعني أنت وهو عندك كان شرير، لما افترق عندك تحول من شرير لإنسان إيه؟ تائب، لخادم. وبالتالي أنت اتحرمت منه شوية في الدنيا، لكن مش هتتحرم منه أبدا في الآخرة، لكي يكون لك إلى الإيه؟ إلى الأبد لا كعبد. بص هنا بقى داس، هو ما بيقولوش حرره، مش بيقول له حرر، بيقول لك عبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا. ده ابني زي ما أنت ابني، أصبح أخوك، أخوك الصغير مش عبد. عاوز يقول له يعني ما تنساش، المسيح كده قال لنا لم أعد أسميكم عبيد بل إيه؟ بل أحباء أو أبناء. أخا محبوبا ولا سيما إلي، ده محبوب عندي أنا، فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعنا. يعني إذا كان هو محبوب عندي أنا وده أخوك، أخوك، فإزاي هيكون محبوب عندك أنت وعند ربنا وعندنا كلنا؟ يقول فإن كنت مين على مين؟ على فيليمون. فإن كنت تحسبني شريكا، ده أنت شريك، زي ما يجي كده البابا يقول سيدنا الأسقف يقول له أو يقول له إيه؟ احسبني شريك. لا يا سيدنا، ده أنت أبونا كلنا. فهو هنا بيقول له احسبني كشريك، فاقبله نظيري، اقبله إيه؟ زيي. طب والفلوس اللي هو سرقها وتامنوا، ده الكتاب بيقول ان خطية السرقة لا تغفر لو السارق ما ردش السرقة، مهما يعترف ما يردش السرقة يبقى ما تتغفرش الخطية. فبولس الرسول مش ممكن ينسى الموضوع ده، بيقول له ثم ان كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك إيه؟ عليا. الدين اللي هو الفلوس اللي سرقها احسبها عليا أنا، أنا ضامن أدفعها لك. والدليل على كده الواحد لما يجي يثبت اللي قدامه إن هو صادق في كلامه يقول له أكتب لك شيك، أكتب لك ورقة. فهو الدليل على كده إن كاتب الرسالة بإيه؟ بإيديا. في رسائل كتير كان معلمنا القديس بولس يخلي مثلا واحد زي أبي فراس يكتب وهو يقوله، هو لأن كانت عينيه كانت تعبانة، لكن ده كتبه بإيديه عشان يثبت لفيليمون إن الرسالة مكتوبة بإيه؟
بإيديه، وبالتالي أنا ضامن لك الفلوس بتاعتك. أنا بولس كتبت بيدي، في صراحة أكتر من كده؟ مفيش صراحة أكتر من كده. أنا أوفي، يعني مش بس كتبت وهوفي كمان، حتى لا أقول لك أنك مديون لي بنفسك أيضا. يعني إيه الكلام ده؟ بس أنا عاوز أفكرك بحاجة. أنت عرفت المسيح عن طريق مين؟ عن طريقي، مش كده؟ أنا اللي علمتك، أنا مش بفتخر عليك، لكن حياتك كلها كانت ضيعة من غير المسيح. مهما تكون كويس ومؤدب وعندك أخلاق، من غير المسيح حياتك ضيعة. مين اللي وصلك للمسيح؟ فإذا حياتك كلها مضمونة. إيه؟ مضمونة عندي، مضمونة عندي. يعني أنت مديون لي بحياتك، لأن أنا خلصت حياتك. حتى لا أقول لك أنك مديون لي بنفسك أيضا، بس بيقولها له مش بلطف. نعم أيها الأخ، ليكن لي فرح بك في الرب. أنا عاوز أفرح بيك في الرب يا فليمون. وعم بيقول له الآية اللي بعد كده، أرح أحشائي في الرب. يعني يا ابني ريح قلبي من جهة إيه؟ أخوك، ريحني من ناحيته. طب وبعدين؟ بص، بولس الرسول خادم حكيم، زي ما قلت خادم شاطر، ومصدر شطارته هو اتكاله على المسيح. يقول إذ أنا واثق بطاعتك، أنا واثق إن أنت هتطيع لأنك إنسان محب. إذ أنا واثق بطاعتك، وعشان كده كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. أكثر مما أقول؟ يعني إيه أكثر مما أقول؟ إذا كنت أنا بعت لك بس علشان تسدد أو أسدد له الدين اللي عليه، وإنتوا هتسامحوا في الفلوس، ده أنت هتعمل أكتر. إيه الأكتر؟ هتحرروا منين؟ من العبودية. ولما تحرروا من العبودية هتبعتهولي. هتبقى إيه؟ هتبعتهولي. لكن فيليمون قلبه كل محبة، حرروا فعلا من العبودية، وصرف النظر وسامحوا عن الإيه؟ عن الدين. طب مين اللي ودى الرسالة لبولس الرسول؟ بإيد مين؟ بإيد مين؟ أنسيموس. عشان كده بيقول ومع هذا أعدد لي منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يعني إيه؟ يعني أنا عارف أن أنت تقدر تساعدني في الخدمة دي، وأنا عندي أمل ورجاء أني هاجلكم، فوضب لي مكان أعيش فيه. وده ما يثبت أني فيليمون كان إنسان غالي. قال يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. وابتدى يجيب بقية التلاميذ، بقية الإيه؟ التلاميذ، عشان يحسسوا أن الكنيسة كلها إيه؟ واحدة. أبفراس ده بشر في ثلاث مدن، وكان مع بولس الرسول. بعض بيقول أنه هو كان محبوس معاه، والبعض بيقول أنه هو كان بيخدمه هو محبوس ومأسور. وذكر مرقس، مع ان ماري مرقس كان في الاول بولس الرسول مش مبسوط منين من ماري مرقس، لانه رجع اورشليم وسابهم. موجود الكلام في سفر اعمال الرسل، لكن بعد كده شاهد لماري مرقس هذا الرسول العظيم اللي بشر واللي احنا اولاده وبنفتخر ان احنا اولاده، علمنا طريق المسيح وعلمنا المسيح وثبتنا في المسيح، ومات على اسم الايه؟ المسيح، وكرز بأعظم كنيسة، كنيستنا القبطية. عشان كده بيقول إيه؟ بقية التلاميذ وأسترخس وديماس. ديماس ده مش هو ديماس اللص اليمين، ديماس ده كان تلميذ بولس الرسول، وكان بيخدم مع بولس الرسول، ولكنه بقى لما بولس الرسول اتسجن في المرة التانية قال لك يا عم خلاص بقى، أنا إيه اللي جابرني على التعب ده كله؟ زي ما واحد كان كده في الخدمة يتعب يقول لك يا عمي أنا هقلع اللبس وامشي بالسهولة دي. عشان كده بولس الرسول كان مر النفس من ناحيته. طبعا لما ذكره هنا ما كانش لسه حصل كده، وقال ديماس تركني لأنه أحب العالم الإيه؟ الحاضر. وقال لوقا، لوقا تلميذ بولس الرسول اللي كتب سفر أعمال الرسل وكتب إنجيل لوقا.
العاملين معي نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أمين. وختم الرسالة وقال في الآخر أو تقال في الآخر إلى فيليمون كتبت من رومية على يد أنسيموس الخادم. وكده خلصت الرسالة بتاعة فيليمون. طب إحنا ممكن نخرج منها بتعليم، أهم تعليم إنك تتضع عشان تعرف تسامح. لو ما اتضعتش مش هتعرف تسامح، ولما تسامح والمسيح يكون في قلبك مش من باب الإنسانية، من باب حبك للمسيح، تقدر تعطي وتطيع أكثر مما يطلب منك. عشان كده احنا بنقول له يا رب بشفاعة بولس الرسول وتلميذك فيليمون وأنسيموس الناس اللي أحبوك وماتوا على اسمك، من فضلك اقبل شفاعتهم على رأسهم الست العذراء من أجلنا للمجد الدائم.